هذا السؤال يمكن بالمؤتمر الفني اذا سالوه للمدرب الكويتي اخوان بيزا راح يقول، راح يسالوه يقول ليش انت بقيت بنفس النظام لعبت 5 4 1 او 3 4 3 ورغم المنتخب العراقي يعني نقص لاعب، راح يجاوب يقول ان المنتخب العراقي منتخب قوي لديه امكانيات فرديه عاليه، فريق يلعب بروح الجماعه ومنتخب عنده شخصيه ومنتخب منافس كبير هو والاردن والكوريا الجنوبيه، لذلك المنتخب العراقي اصبح لديه شخصيه يفرضها على جميع الفرق، يعني مو بس المنتخب الكويتي حتى على المنتخب العماني، رغم قلت لك اكو الفوارق البدنيه اللي انا اشوف شكل الفريق في مباراتنا مع فلسطين وكوريا الجنوبيه راح اشوف الفريق العراقي افضل من هاي المباراه اللي لعبها، لانه ممكن راح يبدي الدوري العراقي، اكو لاعبين يلعبون بالدوري العراقي راح يلعبون مباراه تنافسيه ويدخلون بالفورمه بعد بشكل افضل، ممكن راح اشوف مع فلسطين الفريق العراقي بشكل مغاير.